ينظر للدافع له إلى طلاقها، فإن كان له سبب يعذر به فلا حرج عليه، وإن كان اعتدى عليها بدون سبب من الأسباب لا عيب فيها في الأخلاق ولا في الخلقة ولا إساءة فهو يأثم ولا شك، لأنه أساء إليها وربما تكون لا عائلة لها فتكون ضحية للحاجة. فعلى الإنسان أن يتقي الله، والحياة الزوجية متصلة بين المؤمنين والمؤمنات، فزوجة العبد في الدنيا هي زوجته في الجنة في غاية الجمال والكمال، أفضل من حور العين بصلاتها وصيامها وإيمانها. فعلى المسلم أن يحرص إذا سهل الله له زوجة من أهل التوحيد وأهل الصلاة والصيام، وإن حصل فيها شيء من العوج فيعالجه بقدر الطاقة، وما من أحد إلا ويقع منه الخطأ ويقع عليه الخطأ، فالالتزام بالصبر خلق المؤمنين. نعم. يقول يسأل عن قول الله: وإن أردتم استبدال زوج مكانه. نعم، إذا أراد لسبب من الأسباب، هو لا يعمد الرجل إلى تغيير المرأة التي قد أنفق فيها وعاشرها إلا لسبب يدفعه إلى ذلك، فلا حرج عليه.